كله من تحت راس بنتك. ضروري تساوي هالمسرحية، يعني لولا ستر الله كانوا راح يهدوا الضيعة فوق راسنا. خلص رشاد خلص، الحق معك. طبعا الحق معي، يعني حاجة تدافع عنا. اللي كيف بدنا نخلص عائشة؟ آغا، في واحد من ضيعة فارجنيز بده يشوفك. من ضيعة فارجنيز؟ شو اسمه؟ سيت اسأله، قال لي جاي من طرف عمر آغا. ماشي يلا جاي. رشاد شو إلك شغل مع عمر آغا؟ شبك نسيت؟ دائما بيشتري من عنا غنم. وين رايح وانت بهالحالة؟ خلص ارتاح، أنا رح أتفاهم معه. بتضل قاعد مع حميد آغا، فهمت؟ ايه يا ابني؟ بأمرك. يلا. ها؟ شو بدك؟ ليش اجيت؟ تعال هون. عمر آغا بعدني. ايه بعرف هالشي، ليش بعتك بقى؟ معلمي بيقلك انه بقيان يومين، اصحى تنسى الأمانة. يا بنتك يا بنت أخوك آغا، بس بدك تعطيني مهلة. سامح لك بخمسة أيام بس، معك خمسة أيام لتجيب لي بنت أخوك، وإذا ما جبتها أنت بتعرف منيح شو بده يصير فيك وبنتك يا آغا. سلم لي على عمر آغا وقل له بعد يومين رح تكون الأمانة عنده. إيه رح قل له هالحكي. طيب خاطرك. يلا الله معك. لك شو بدي ساوي هلأ؟ شلون بدي سلم زينب للتنظيم؟ بلا ما نفوت كلياتنا مشان ما نعمل عجقة. هلأ برجع، انتو استنوني هون. والله زينب معها حق، انت خليك هون بلا ما تضايقون، فهمتوا؟ لا بس طمني طارق، كيف صارت؟ الحمد لله أحسن بكتير. بعده بدي شوف خالي سناء. يا حرام، نير مين اللي قوصتها معها؟ حنان، خالي سناء هلأ خلصت من العملية، يعني لازم ترتاح. طلعي لبرا يلا. وجودي بشو بضايقها؟ يلا حنان، لازم نتركها ترتاح. امشي حنان، وأنا كمان جاي معك. يلا. شو الأخبار؟ البروفات كتير منيحة، هلأ عم نرتاح والمسا رح نرجع على الشغل. ايه والله هالمسرحية كتير حلوة، كل ما بقراها ببكي. ايه وأنا كمان، شي بيقشعر البدن. لازم بكرة كل أهل الضيعة يشوفوها مع لجنة التحكيم، بس كيف بدنا نخبرهم؟ ايه هي ترك علي، أنا هلأ بخبر الكل. يلا تعال هون. انت شو دخلك؟ أصلاً في حدا بيرد عليك؟ ايه بس قليلي، انت شو لك علاقة فيني؟ بعدين معي لعمة شو حشرية؟ لك انت وقفوا روحوا انتوا الاثنين وخبروا العالم. حاضر انسه. وقف، بدك تسبقني مو هيك؟ شو عم تضحك؟ تلحقيني. وقف تعال هون.